شباب مصريون يجوبون شوارع القاهرة بلافتات نحاسية يثبتونها على واجهات البنايات السكنية التي عاش فيها رموز للفن والثقافة والسياسة وغيرها من المجالات في مصر. عاش هنا هو اسم هذا المشروع الذي ينفذه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بهدف تعريف الأجيال الجديدة بمعلومات هامة عن تلك الشخصيات. محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. وده أنا عايز أقول برضو لما بدأنا المشروع إحنا كنا بنتكلم عن الشخصيات أطول فترة عاشت فيها، لكن معظم الشخصيات اللي إحنا بنتكلم عليها اتولدت في ريف مصر أو في محافظات أخرى، لكن إحنا قصدنا إن إحنا نحط في الأماكن اللي شهدت أكبر مدة من حياته في الإبداع اللي هو متخصص فيه. ويتيح الجهاز أيضا معلومات عن هذه الشخصيات عبر تطبيق يمكن تحميله على الهواتف الذكية. ويرى المطرب الشاب نور الشناوي حفيد أخت المطرب الراحل عبد الحليم حافظ أن الفكرة تمثل شرفا كبيرا لعائلته. حاجة زي لوحة تتعلق في المنزل بتاع عبد الحليم حافظ ده شرف كبير لينا، بس طبعا أنا حابب إن كمان الشارع بتاع بهاء الدين قرقوش يتسمى بشارع عبد الحليم حافظ، لأن عبد الحليم حافظ تاريخ وقامة كبيرة ومن حقه ان هو يبقى ليه شارع طبعا باسمه. وطبعا دي مبادرة كبيرة وحاجة كويسة جدا لأي فنان عاش وأنتج فن مهم طبعا لمصر والوطن العربي. المبادرة التي انطلقت في سبتمبر أيلول نجحت في وضع أكثر من 200 لوحة نحاسية على واجهات بنايات عديدة في أنحاء القاهرة لممثلين مشهورين وشخصيات برزت في مجالات عديدة منها السياسة والثقافة وغيرها.